نشرة التاسعة تأتيكم من النهار اليوم، أهلا بكم. أفاد مراسل النهار في طنطا بتعليق الاحتفالات بالليلة الختامية لمولد السيد البدوي بعد إصابة 8 أشخاص على الأقل في انفجار 3 قنابل صوتية في ساحة المسجد مساء اليوم. وحسب مراسلنا فإن القنابل الـ3 انفجرت أمام البوابات الخلفية لساحة المسجد الكبيرة، وأن الإصابات سببها التدافع. وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول المنطقة، كما أكدت وزارة الداخلية في بيان أن الانفجارات تسببت في تطاير واجهة أحد المحال. هاتفيا ينضم إلينا السيادة اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية. برحب بوجود حضرتك معنا فندم، ويعني ماذا حدث؟ أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. الحدث الموجود الآن هو كان جالنا بلاغ بوجود سماع صوت انفجار بالقرب من المسجد الأحمدي. انتقلنا طبعا ضباط المباحث وضباط الامن العام والامن الوطني والمفرقعات، وتبين ان العبوه دي عباره عن محدث صوت، يعني لما بتنفجر بتعمل صوت عالي جدا. نعم. العبوه دي بتبقى مغلفه بالبلاستيك كده، الجسم الخارجي البلاستيك ده لما بيتفتت ممكن مثلا يصيب اي حد جنبه او حاجه. نعم. هو اللي اصيب الاثنين اللي اصيبوا دول عباره عن سحاجات وكدمات من اثر تفتت العبوه الصوتيه. نعم. الحمد لله الدنيا هاديه. احنا الاحتفالات مستمره سياده اللواء ام تم تعليقها؟ مين يا فندم؟ الاحتفالات مستمره، ما زالت مستمره ام تم تعليقها؟ الاحتفالات مستمره، وانا بكلم حضرتك الان من داخل الاحتفالات، يعني انا متواجد في الشارع. نعم. جميع الضباط المباحث والنظام والمفرقعات موجودين في وسط الشارع مع الناس. الناس كلها يعني مبسوطه بالليله الختاميه والاحتفال. الاعداد بتزايد، يعني بلغنا حوالي 500,000 الان، ويمكن في تزايد كمان. يعني الصوت اللي حصل ده يعني لم يؤثر في شيء، لان عارف حضرتك في الموارد وخلافه يعني بتطلق بعض الالعاب. طيب هل ستعملون على اتخاذ المزيد سيادة؟ هم حسوا ان ده صوت للألعاب النارية. سيادة اللواء، يعني هل ستعملون على اتخاذ المزيد من الإجراءات لمنع حدوث ما يعكر صفو هذه الاحتفالات؟ قدم قواتنا مستنفرة من أسبوع فات، كلنا موجودين بنفس الطريقة والأسلوب، كلنا موجودين استنفار تام، قواتنا موجودة، انتشار الضباط المفرقعات والكلاب البوليسية المدربة على اكتشاف المفرقعات، وكل شويه بتمر وتعقب من الاماكن الموجوده. نعم. ضباط المباحث منتشرين بلبسهم المدني داخل المواطنين، بيتم تفتيش اي حد معاه شنطه غريبه او يشتغل في حد حاجه، لكن الحمد لله الدنيا هاديه. نعم. والحمد لله الناس مستمتعه. شكرا جزيلا لك سياده اللواء اسامه بدير مدير امن الغربيه، كنت معنا هاتفيا معلقا على انفجار 3 قنابل صوتيه اثناء الاحتفالات بالليلة الختامية لمولد السيد البدوي، والذي أكد سيادة اللواء أن الاحتفالات لم يتم تعليقها وأنها مستمرة.